رحيم، إن شاء الله بنستكمل حديثنا مع الفاينايت إليمنت ميثود. يمكن احنا ما زلنا مع شابتر 6، والنهارده المحاضرة رقم 17. وطبعا موضوع شابتر 6 هو البلين ستريس والبلين سترين، ويمكن قدامنا في الصورة يعني مسألة، طبعا واضح ان هي مسألة اكس سيمتريك وكده، ويمكن واضح العنصر اللي هو بيمثل مسألة، وبحول مسألة من 3D لمسألة في 2D، وبيبقى واضح قدامي في 2D الشكل اللي هو المستطيل، لكن في الاتجاه التاني بيبقى فيه ليه أبعاد اللي هو الجزء الكيرفد. لكن في النهاية بقدر احول مسألة من مسألة في 3D لمسألة بسيطة جدا في 2D. يمكن المحاضرة اللي فاتت كنا انتهينا فيها عند الستيب رقم 4، وكان طبعا الستيب رقم 4 كنا عاوزين ان احنا نحسب احنا نجيب الستيفنس ماتريكس، البلين ستريس والبلين سترين، وبعدين نجيب الايكويشنز اللي هي الاف بتساوي الكي في الدي. لكن قلنا يمكن يومها ان الستيب 4 هتاخد وقت وكده، فاجلناها. يعني يمكن شرحنا احنا في الشابتر اللي هو كان خاص بالجنرال ستيبس of the finite element method اكتر من، او يعني يمكن وضحنا ان في اكتر من طريقة يمكن استخدامها لان انا اجيب الستيفنس ماتريكس للاليمنت. فكان من الطرق اللي احنا تعرضنا ليها كان طريقة اللي هي الستيفنس انفلونس كوفيشنتس، وقلنا ان الطريقة ديت بتعتمد على العلاقة اللي هي بتقول ان الستيفنس بتساوي الفورس due to unit displacement. فكنت انا بعوض مرة بيونت displacement سي رأسي مثلا في البيمز، واجيب الفورسز تكون الفورسز دي هي الستيفنس، وكانت مثلا بتمثل عمود او صف على حسب يعني لو رجعنا للمحاضرات، وبعدين اعوض بيونت روتيشن واجيب الفورسز ودي تمثل عمود او الصف الثاني وكده. واستخدمنا مع البيمز الطريقة الثانية اللي هي دايركت ايكوليبريم ميثود، ويمكن يعني ايامها قلنا ان الدايركت ايكوليبريم ميثود دي بتكون مناسبة جدا للوان دايمنشنال اليمنتس، اللاين اليمنتس زي البيمز والتراسز والفريمز والجريدز وكده. ولو تفتكروا ايامها لما جبنا ال displacement function للبيم اللي هي v of x، وبعدين فضلناها في التفاضل الاول هو السلوب او الروتيشن، وبعدين فضلناها التفاضل الثاني اللي كان اللي هو الكيرفيتشر، وقلنا ان الكيرفيتشر له علاقة بالمومنت، والتفاضل الثالث كان الشير، وقدرنا نستخدم التفاضل الثاني والتفاضل الثالث في ان احنا نجيب نعمل اتزان لقوى الشير واتزان لقوى المومنت، وبالتالي قدرنا نجيب في النهايه عناصر المصفوفه اللي هي 4 في 4 بنوم 16 الم. لو تفتكروا كان في المشترك اي اي على ال تكعيب، وبعدين 12 6 ال وكده. من ضمن الطرق او النظريات المستخدمه في حساب الماتريسيز للاليمنتس اللي هي الورك or energy methods، ويمكن ده هيبقى موضوعنا النهارده، ان احنا نستخدم الميثود رقم سي اللي هي بعنوان work or energy methods. النظريات اللي هي بتعتمد على الورك او الانرجي هي more general، يعني ممكن استخدمها لل one dimensional elements ولل 2D ولل 3D elements. لكن يمكن احنا استخدمنا زمان ال direct equilibrium method مع ال one dimensional elements لان هي ابسط واسهل. لكن طبعا لازم النهارده ايه الجا للميثود سي اللي هي الورك اور انرجي ميثودز، لان انا بتعامل مع 2D elements مع بلين ستريس مع بلين سترين، فهي هتبقى ايه مور جنرال، وهقدر استخدمها ايضا في الاكسيمتريك وفي البليد بيندنج وفي 3D مع السوليد elements وكده. لكن انا النهارده ان شاء الله هحاول يعني اطبق الورك اور انرجي ميثودز على الوان دايمنشنال اليمنتس في البدايه، وبعدين نعمل جنراليزيشن بقى الايه نعمم على الجزء اللي هو الاكبر او الاصعب اللي هو ايه ال 2D الـ 2D elements. طب من خلال الـ work or energy methods في عندنا two principles، عندنا مبدئين مشهورين. يعني احنا يمكن اخذنا المبدأ الاولاني اللي هو الـ principle of virtual work، اخذناه في الشابتر اللي هو
او في الابندكس، في احد الابندسيز، واتكلمنا عنه. والبرنسبل اوف فيرتشوال وورك يعني هو يعني اقدر استخدمه لاني ماتيريال بيهيفير، اني ماتيريال بيهيفير. البرنسبل الجديد اللي هنستخدمه النهارده اللي هو البرنسبل اوف مينيمم بوتنشال انرجي. لكن البرنسبل اوف مينيمم بوتنشال انرجي ده يعني فاليد للالاستيك ماتيريالز. البرنسبل ده يمكن مر علينا قبل كده او سمعنا عنه. هو طبعا العنوان او بيقول الاقل مبدا اقل جهد ايه ممكن، مبدأ أقل جهد ممكن. وده يمكن شيء موجود في حياتنا. يعني على سبيل المثال، مثلا لو أنت بتشوف لو أنت في مية بتتحرك على الأرض مثلا، فبتلاقي المية بيبقى قدامها مسارات، ممكن تتحرك في مسارات عديدة، لكن هي بتختار المسار الأسهل اللي هي ما بتبذلش فيه جهد. حتى يمكن في مثل بيقول إن المية ما بتمشيش في العالي، ما بتحاولش تاخد المسار اللي هو ايه المرهق اللي هتبذل معاه جهد وتتعب وكده، لا بتختار المسار السهل اللي هي بتبذل معاه اقل ايه جهد ممكن. وبالتالي بتلاحظ المية بتتحرك كأنها بتختار كده، يعني كل ما تلاقي منطقة عالية بتبعد عنها وتاخد المسار الاسهل الابسط اللي بتبذل فيه مجهود اقل. وده يمكن شيء برضو واضح بالنسبة بالنسبة لينا وكده، ان الانسان يعني عاوز يعني يحصل اكبر ربح واكبر درجات واكبر واحسن وضع باقل ايه باقل جهد ايه اقل جهد ممكن. البرنسبل اوف فيرتشوال وورك احنا يعني اخدناه قبل كده، بس ما فيش مانع يعني طالما احنا يعني بنتكلم على التو برنسبلز ان احنا نعرضهم من باب المقارنه. يعني البرنسبل اوف فيرتشوال وورك بيقول لو انا عندي سي مثلا مساله، وكان عندي كانتليفر فيكسد فري وعندي فيه لود، واثرت باللود على الكانتليفر فبيحصل ديفورميشنز، فبيحصل ديفورمد شيب، فبيبقى عندي فيه قيمه للحركه عند الفري اند اللي هي ايه اللي هي الفي، والجسم بيبقى ايه اندر، يبقى ديفورمابل، يعني بادي ديفورمابل، بادي حصل له ديفورميشنز ومتزن ومتزن. هبتدي بعد كده اتخيل ان انا هبدا اسحب الجسم بفيرتشوال ديسبليسمنت، قيمه صغيره ايماجينري يعني خياليه صغيره اللي هي ايه دلتا في لاسفل. في نفس الوقت عندي الاستريسز الداخليه هتتحرك جزء داخلي اللي هو ال virtual deformation. فالقوة الخارجية اتحركت virtual displacement delta v، والقوة او ال internal stresses او ال internal forces بتتحرك حركة داخلية اللي هي ال virtual deformation. وقلنا في النهاية ان بيبقى ال virtual strain energy of the internal stresses، الشغل الداخلي اللي بنقول عليه strain energy بتاع ال internal stresses، بيساوي ال virtual work of external force، بيساوي الشغل بتاع الايه القوة الخارجية. يمكن احنا تعرضنا شويه لموضوع السترين انرجي، وقلنا ان اللي هو الانترنال وورك، يعني وقلنا ان السترين انرجي هي عباره عن الاريا تحت منحنى الاستريس مع السترين، او لو عندي العلاقه ما بين اللود والديسبليسمنت يبقى هي الاريا تحت ايه المنحنى. طبعا احنا عشان نحسب الشغل احنا دايما كنا نقول ان الشغل بيساوي قوه في مسافه، قوه في مسافه، لكن القوة بتبقى ثابتة، يعني قوة ثابتة وبتتحرك مسافة، فبضرب القوة في المسافة فبيديني شغل. لكن هنا القوة مش ثابتة لأن العلاقة بتبتدي من الزيرو، فالقوة مش ثابتة. فاحنا قلنا بدل ما نقول بقى قوة في مسافة قلنا هنحسب المساحة تحت الايه المنحنى. فلو انت حسبت المساحة تحت المنحنى هتساوي نص القاعدة في الارتفاع، يبقى نص السيجما في الابسلون، ويمكن في خط دوتد كأني بقول ان انا ممكن احول القوة اللي هي مش ثابتة الى قوة ثابتة، او بمعنى تاني لو انا عاوز استبدل المثلث بمستطيل فبيكون لهم نفس القاعده اللي هي الابسلون، فبيكون ارتفاع المستطيل هو نص ارتفاع المثلث اللي هو نص الايه السيجما. يبقى في الحاله دي لو انا اعتبرت ان القوه ثابته او الاجهاد ثابت اللي هو نص السيجما اضربه في المسافه اللي هي الابسلون اكس، يبقى كاني بضرب القوه في المسافه، لكن هنا القوه ثابته. لكن طالما القوه مش ثابته فانا بحسب او بمشي بمبدا ان انا احسب الاريا ايه تحت الايه المنحنى. نبتدي بقى ايه نتعرض للبرنسبل اوف مينيمم بوتنشال ايه انرجي. وده يمكن تم اختياره لان هو يمكن من افضلهم بالنسبه للتعريف
تناول وكده يعني. زي ما قلنا من شويه ان هو ايه مور جنرال عن الدايركت ستيفنس ميثود، لان الدايركت ستيفنس ميثود زي ما قلنا بتستخدم مع الوان دايمنشنال اليمنتس، لكن البرنسبل اوف مينيمم بوتنشال انرجي هقدر استخدمه لل1 دي وال2 دي ولل3 دي، اذا هو ايه مور جنرال. الميزه الثانيه ان هو مور ادابتبل، ان هو مناسب للكومبليكيتد اليمنتس زي البلين ستريس، بيبقى في الديجريز اوف فريدم بيكون عددها اكتر، زي البلين ستريس، البلين سترين، اكس سيمتريك، البليت بيندنج، وال3 دايمنشنال سوليد ستريس اليمنت. لكن زي ما قلت من شويه ان احنا هنبتدي التناول مع الاليمنت البسيط اللي هو اللاين اليمنت او الوان دايمنشنال اليمنتس، وبعد كده نعمل جنراليزيشن ونعمم الكونسبت او البرنسبل على الكومبليكيتد اليمنت تايبس زي البلين ستريس والبلين سترين وهكذا. في البدايه المنطوق بتاع ال principle of minimum potential energy بيقول ايه، يمكن نبسطه وبعدين نحاول ايه نقرا ايه المنطوق. لو انت مثلا على سبيل المثال عندك عمود مثلا، والعمود في احتمال ان هو احتمالين للانهيار، يعني في مسارين للانهيار، ان القوة الخارجية اللي هو اللود افكت، يعني سي عندي نورمال فورس مثلا او عندي نورمال وعندي مومنت، ان اللود افكتس اللي هي النورمال والمومنت بيأثروا على العمود يزيدوا عن الريزيستنس بتاعت العمود او عن السترينث بتاعت العمود، فيحصل فيلير نتيجة ان اللود افكتس زادت عن ايه الريزيستنس او عن السترينث. ده احتمال. الاحتمال التاني مثلا ان العمود دوت يحصل له باكلينج فيلير، فالعمود بيختار ايه بقى؟ بيختار الاصعب؟ لا، ما بيختارش الاصعب. العمود بيشوف هو هيبذل مجهود اقل لو انهار بسبب السترينث ولا لو انهار بسبب الباكلينج، فبيختار الايه؟ بيختار الاقل. ده شيء طبيعي يعني، او واضح من المبدا اللي هو مينيمم بوتنشال انرجي، اقل جهد ممكن. منطوق البرنسبل بيقول ايه؟ اوف اول دي جيومتريكالي possible shapes، يعني بيبقى عندي اكتر من شيء ممكن، اكتر من احتمال، اكتر من مسار that a body can assume، ممكن الجسم يعني ايه ينهار بكذا احتمال او يحصل له اكتر من shape او اكتر من mood او deformed shape. فبيقول the true one احنا بنقول في possible shapes، في امكانيات او احتمالات، في اكتر من احتمال، في اكتر من مسار. طب في واحد منهم بس، مسار واحد بيبقى ده true one، ده الحقيقي او الفعلي او اللي هيحصل. بيقول لكن بيشترط ان مع المسار الحقيقي دوت او ان هو يحقق ايه ستيبل ايه equilibrium of the body، ان يبقى في اتزان للجسم، يبقى في equilibrium stable equilibrium of the body. المسار ده او الترو وان دوت بيقول ايه is identified by a minimum value of the total potential energy، ان بيبقى عندي قيمة صغرى للتوتال بوتنشال انرجي. توتال بوتنشال انرجي طبعا هنا ايه يمكن وضحت كلمة ايه توتال بوتنشال انرجي اللي هو ايه الكلي، يعني الجهد الممكن الكلي، لكن ايه بجيب بعمل مينيمايزيشن، بجيب القيمة ايه القيمة المينيمم. طيب لو انا عندي مثلا مسألة أو structure زي الـ power element، فأنا أقدر أجيب الـ total potential energy هنربط ليها بالرمز باي والـ subscript بي، فالـ total potential energy هتساوي، أو هي هنخليها كدالة function في الـ displacements اللي عندي الـ nodes اللي هي دي 1 دي 2 دي 3 لغاية إيه دي n. يبقى أنا أقدر في الأول أجيب الـ total potential energy كفانكشن في الديسبليسمنت اللي عندي النودز من الدي 1 لغايه ايه الدي ان، وبعد كده اعمل مينيمايزيشن للداله. اعمل مينيمايزيشن ازاي؟ احنا فاكرين يمكن اخذنا او درسنا اللي هي النهايات العظمى والنهايات الصغرى، ويمكن قلنا ان النهايات العظمى والنهايات الصغرى بتحقق بيكون عندها المماس افقي، وبالتالي اقدر افاضل الداله واساوي
التفاضل بالايه؟ بالزيرو. هنا هفاضل بالنسبه لمين؟ هنا هفاضل بالنسبه للدي اي، الدي اي اللي هي الديسبيسمنت. طبعا اي هنا بتساوي من واحد لغايه ايه؟ اي بتساوي واحد واثنين وثلاثه لغايه الايه؟ لغايه الان. يبقى انا هجيب التوتال بوتنشال انرجي كفانكشن في الديسبيسمنت عند النودز، واعمل مينيمايزيشن بان انا بفاضل الداله بالنسبه للديسبيسمنت، واساوي التفاضل بالصفر. في الاخر خالص بلاقي ان العلاقه اللي انا فضلتها وسويتها بالصفر في النهايه بتاخد الصوره اللي هي اف، او بجمع القوه في ناحيه وبيتبقى لي في الناحيه الثانيه الديسبيسمنت مضروب في شيء، فالشيء ده طبعا بيطلع في النهايه مين؟ بيطلع في النهايه اللي هو ايه؟ الاستيفنس ماتريكس، لان انا في النهايه عندي علاقه اف بتساوي الكي في الدي. فلو عندي الاف في جنب والديسبيسمنت في جنب، فهلاقي المتبقي هو عباره عن الايه؟ عن الاستيفنس ماتريكس. طبعا في اللوكال هبتدي باللوكال وبعد كده بنعمل ترانسفورميشن ونتحول ايه للجلوبال. طيب خلاص، يبقى احنا عرفنا ان احنا بالنسبه للجسم هنكون ما يعرف بالتوتال بوتنشال انرجي، والرمز بتاعها باي والسبسكريبت ايه بي، وبعد كده بنعمل مينيمايزيشن ونساوي التفاضل بالصفر فبنحصل على المطلوب. التوتال بوتنشال انرجي بقى هتساوي ايه؟ هتساوي جزئين، الجزء اللي هو الداخلي اللي هو الانترنال سترين انرجي، انترنال سترين انرجي وهنرمز له بالرمز يو، والبوتنشال انرجي اوف دي اكسترنال فورسز. يبقى جزء انترنال وجزء اكسترنال. الجزء الانترنال هيبقى مرتبط بالانترنال فورسز او الانترنال ستريسز. طبعا انا لو عندي ستريسز داخليه فبعمل تكامل فبحولها لفورسز، القوى الداخليه بتعمل شغل وعندي فيه قوى اكسترنال فورسز بتعمل ايه شغل. فالسترين انرجي اللي هو الشغل الداخلي هنسميه يو، والاكسترنال بوتنشال انرجي نتيجه الاكسترنال فورس هنسميه ايه؟ هنسميه اوميجا، هنسميه اوميجا. زي ما قلت الانترنال سترين انرجي ده بيكون نتيجه الانترنال فورسز او ستريسز بتعمل شغل، لكن الاكسترنال بوتنشال انرجي اللي هو نتيجه اكسترنال فورسز ده بيبقى عند الاكسترنال فورسز ليها ثلاث انواع زي ما نشوف بعد شويه. اما ان هي تبقى بادي فورسز، بادي فورسز يعني زي السيلف ويت اللي هو الاون ويت بتاع الجسم نفسه. وطبعا البادي فورس بيبقى فورس بير يونت ايه؟ فورس بير يونت فوليوم. ممكن تكون سيرفيس اور تراكشن فورسز، ممكن تبقى ستريسز يعني فورس على سيرفيس، فتبقى الوحدات بتاعتها ايه؟ فورس بير يونت اريا. وممكن تكون نودال فورسز يعني كونسنتريتد فورسز، يعني لها كامل بقى على الاريا ولها كامل على الفوليوم، بتبقى الفورسز اوريدي ايه؟ مركزه فبتمشي مسافه، فبضرب كل قوه في المسافه بتاعتها فبجيب الايه؟ الشغل الخارجي. يعني نحاول كده نبسط الامور شويه، نشوف لمساله بسيطه اللي هو سبرينج افقي عليه قوه اف، فطبعا لما قوه اف واضح ان هي بتعمل شد، بتعمل اكستنشن في الحركه في اتجاه اكس، وطبعا السبرينج لو ستيفنس كي. لو انا رسمت العلاقه ما بين اللود والديسبيسمنت فبتطلع زي مثلا خط مستقيم ميل الخط اللي هو الكي اللي هو الستيفنس بتاعت ايه؟ بتاعت السبرينج. طبعا نتخيل ان احنا عاوزين نحسب للمساله ديت الشغل الداخلي اللي هو اليو اللي هو الانترنال سترين انرجي والخارجي. طبعا بالنسبه للقوى الخارجيه انا ما عنديش هنا بادي فورسز ولا عندي سيرفيس فورسز، انا عندي فقط ايه؟ نودال فورس اللي هي الايه؟ القوى الخارجيه المركزه. فبالتالي الشغل الخارجي هيبقى سهل جدا. الشغل الخارجي اللي هو اللي هو الاوميجا هيبقى له قيمة بسيطة لان انا ما عنديش كذا فورس، انا عندي فورس واحد. وطبعا في هنا حاجة لازم ناخد بالنا منها، احنا بنقول ان التوتال بوتنشال انرجي هو مجموع الانترنال والاكسترنال، فاحنا طبعا بنجمع شغل داخلي مع شغل خارجي. فلو احنا افترضنا ان الشغل الداخلي الاشارة بتاعته موجبة، هنفترض ان الشغل الخارجي الاشارة بتاعته ايه؟ سالبة. ويمكن ده بديهي يعني ان ده داخلي ده خارجي، فلازم يعني لو اخذنا اليو بالموجب هناخد الاوميجا بالسالب. واحنا قلنا مفيش عندنا خارجي غير اللي هي النودال فورس اللي هي الاف، فتعالى ناخد السهل. فالاوميجا هيبقى هحط اشاره سالبه والقوه في المسافه هتدي شغل، فهضرب القوه اف في المسافه ايه؟ في المسافه اكس. نيجي بقى نشوف الايه؟ الشغل ايه الداخلي اللي هو الايه؟ الانترنال سترين انرجي. يمكن المثال
اللي على اليمين دوت يمكن هنحاول نبتدي بيه الاول وبعدين نرجع للمساله. عندي ستريس سترين كيرف، وطبعا العلاقه او المساحه تحت المنحنى صعبه شويه، لان طبعا ما اقدرش اقول بقى نص القاعده في الارتفاع. هنا انا عاوز احسب المساحه تحت المنحنى، فالعمليه صعبه شويه، فطبعا لازم ابدا او الجا للايه، لان انا اخد جزئيه صغيره كده واحسب مساحتها وبعدين كامل. فانا هاجي على المحور الافقي اللي هو بيمثل الانفعال ابسلون اكس، واخد جزء صغير ديفرنشال اليمنت، جزء بسيط جدا اللي هو حته او جزء من الابسلون اللي هي دي ابسلون اكس، وابدا اطلع راسي فبكون مستطيل العرض بتاعه دي ابسلون اكس وارتفاعه سيجما اكس. وطبعا المستطيل بيبقى عرضه صغير، فيعني ايه بيبقى الفرق بسيط جدا فوق لو انت مشيت افقي فوق. فلو انت بتحسب بقى المساحة للجزء الصغير ده فمش هنسميها يو، لأن اليو هي المساحة الكلية تحت المنحنى، لكن أنا بحسب جزء من اليو ديفرنشال انترنال وورك أو سترين انرجي اللي هو دي يو. فالدي يو هو مساحة الجزء الصغير. طيب أنا حسبت مساحة الجزء الصغير اللي هو هيبقى عبارة عن حاصل ضرب الأفقي اللي هو الدي ابسلون اكس مضروب في الرأسي اللي هو السيجما اكس. طب لو انا عاوز احسب بقى اليو كلها يبقى كامل منين؟ من زيرو الى ابسلون اكس. يبقى لو انا عاوز احسب اليو اكامل من زيرو لابسلون اكس واضرب الايه او اجيب المساحة اللي هي الافقي في الرأسي او الاجهاد مضروب في الدي ابسلون دي ابسلون اكس. لكن هنا لو جيت تحسب التكامل هتلاقي فيه مشكله. طبعا انا لما باجي اكامل شيء بقول مثلا اكس دي اكس او ابسلون اكس دي ابسلون اكس عشان اعرف اكامل، لكن انا هنا عندي ايه اجهاد، فهبدا اشيل الاجهاد واحط العلاقه اللي بتربط ما بين الاجهاد والانفعال، فاشيل الاجهاد اللي هو السيجما اكس واحط الاي في الابسلون اكس، يبقى عندي داخل الانتجريشن يبقى عندي اي ابسلون اكس مضروب في دي ابسلون اكس. اذا هنا الاي ثابت هيطلع بره التكامل ويتبقى عندي ابسلون اكس دي ابسلون اكس. وانت عارف لما بيكون عندك اكس دي اكس بيبقى التكامل بتاعها اكس تربيع على ايه، على 2. يمكن ده كان للتوضيح. نرجع بقى تاني للمساله بنفس المنطق، هنحسب الايه اليو، لكن طبعا انا عندي العلاقه عباره عن خط والمساحه تحت المنحنى او القوه مش ثابته، القوه متغيره. فهبدا اخد اليمنت صغير، فهاخد على المحور اكس اللي هو بيمثل الديسبيسمنت جزء صغير من الديسبيسمنت، وليكن ايه الجزء ده اللي هو الديفرنشال بارت ده اسمه ايه دي اكس، وهطلع راسي هكون مستطيل، هيبقى المستطيل ده ارتفاعه ايه اف. لكن طبعا انا واضح المفروض اصغر الايه الدي اكس، ان كل ما صغر الدي اكس يعني بيبقى في الجزء الزياده اللي خرج بره ده بيبقى ايه صغير جدا، فبيكون الدي اكس صغيره جدا، باخد ديفرنشال ايه element عرضه دي اكس وارتفاعه اف، يبقى اقدر احسب الاريا بتاعت الاليمنت الصغير ده، بس الاريا دي جزء من الايه من السترين انرجي يو، فبسميها ايه دي يو. يبقى الدي يو هي عباره عن الاف مضروب في الدي اكس. لكن هنا برضو عشان بقى ايه اكامل، ما ينفعش بقى عندي اف في الدي اكس، عشان اكامل بقى من صفر لغايه اكس عشان اجيب المساحه الكليه وبالتالي اقدر اجيب قيمه اليو، يبقى لازم اشيل مين؟ اشيل الاف، عشان انا عاوز ايه علاقه اعرف اكملها. فبشيل الاف، الاف ايه لها علاقه مع الاكس من خلال مين؟ من خلال الميل بتاع الايه الخط، ان القوه بتساوي الاستيفنس في الديسبيسمنت، فهبدا اشيل الاف واحط مكانها الكي في الاكس، وبالتالي يبقى الجزء بتاع الانترنال سترين انرجي اللي هو الدي يو هيساوي الاف اللي هي الكي في الاكس في الدي اكس. وابدا عشان اجيب اليو بقى اكمل منين لفين؟ من الصفر لغايه الايه الاكس، وعندي الاف اللي هي الكي في الاكس في الدي اكس، يبقى التكامل اصبح الكي ثابته طبعا هتطلع بره التكامل، ويبقى عندي اكس دي اكس، تكامل اكس دي اكس هيبقى اكس تربيع على 2، واكامل من صفر الاكس في النهايه لما اعوض عن القيمه مره بصفر ومره باكس هيطلع لي التكامل نص كي في الاكس تربيع. نص كي في الاكس تربيع، ارجع بقى بالرجعه تاني، خد ايه نص زي ما هي وخد كي مع اكس والاكس التانيه، وارجع شيل الكي في الاكس وحط مكانها الاف، فيطلع في الاخر ان السترين انرجي هو المساحه تحت المنحنى اللي هي نص القاعده فين؟ نص القاعده في الارتفاع. اذا انا كده قدرت احسب الجزء الداخلي اللي هو نص الاف في الاكس او نص الكي في الاكس تربيع، واحسب الخارجي اللي هو ناقص اف في اكس. اقدر من هنا اجيب التوتال بوتنشال انرجي اللي هي مجموع الانترنال والاكسترنال، يبقى نص الكي في الاكس تربيع ناقص الاف في الاكس. طيب
يعني هنحاول بعد شوية ناخد مثال، لكن أنا دلوقتي جبت التوتال بوتنشال انرجي للمسألة اللي هي الباي بي بتساوي نص الكي في الاكس تربيع ناقص الاف في الاكس، ده التوتال بوتنشال انرجي. احنا قلنا المفروض ان احنا نعمل ايه؟ نعمل مينيمايزيشن، لان احنا عاوزين اقل جهد ممكن، فنبدا نفاضل التوتال بوتنشال انرجي، نفاضل الداله بالنسبه لمين؟ بالنسبه للديسبيسمنت. طب الديسبيسمنت هنا هو عباره عن اكس، فهفاضل بالنسبه للاكس واساوي ايه؟ التفاضل بالصفر. فلما بنيجي او المفروض لو احنا فضلنا الداله بالنسبه للصفر، فمش معناه يعني بيبقى في عندي ثلاث احتمالات، بيبقى في عندي ايه؟ ثلاث احتمالات، لان التفاضل قيمته تساوي صفر في ثلاث ايه؟ احتمالات. فلو انا خدت داله عامه سي مثلا داله اسمها جي، والداله جي ديت علاقه مع ايه؟ الاكس، جي اوف اكس، ورسمت الداله فطلع كيرف، والكيرف دوت يعني واخد الشكل ايه اللي قدامنا. فالتفاضل بتاع الداله لما بيساوي صفر، فبنقول ان في قيم للاكس، في قيم للاكس سي اكس واحد واكس اتنين واكس تلاتة. القيم التلاتة دول بلاقي ان التفاضل للدالة عند القيم التلاتة الاكس بيساوي صفر، وبالتالي بقول ايه؟ العنوان بتاعي بيقول stationary values of a function، قيم الاكس، قيم الاكس اللي بتدي او بينتج عنها stationary value للدالة جي اوف اكس. يعني ممكن يبقى عندي مينيمم، وممكن يبقى عندي نيوترال، وممكن يبقى عندي ماكسيمم، وفي نهايات عظمى وفي نهايات صغرى، وفي مناطق منطقة تعادل لا عظمى ولا صغرى. بلاقي المماس عند النهاية العظمى بصفر، والمماس عند النهاية الصغرى برضو بصفر، قصدي أفقي مش بصفر، يعني التفاضل هو اللي بصفر، والتفاضل برضو عند النيوترال بيساوي صفر، لأن المماس إيه؟ أفقي. فأنا عاوز مين؟ أنا عاوز الإيه؟ المينيمم. فطبعا واضح من الشكل إن عند الماكسيمم لو أنا جبت كرة وحطيتها في المنطقة بتاعة الماكسيمم، فمفيش استابيليتي، هتبقى انستابل. ايضا لو الكرة موجودة عند المكان اللي هو بيمثل النيوترال، برضو مفيش استابيليتي، ممكن يحصل فيه حركة، لكن الجزء المتزن او اللي بيبقى عنده اكوليبريم بالنسبة للجسم هو ايه؟ المينيموم. لو حركت الكرة في منطقة المينيموم هتلاقيها ايه؟ حتى لو اتحركت هي في النهاية ايه؟ ستيبل وكده. لكن الكرة اللي عند نيوترال لو اتحركت هتمشي وتسيب مكانها، الكرة اللي موجودة عند الماكسيموم برضو لو اتحركت هتسيب مكانها في عدم اتزان وكده. يبقى انا في النهاية بعد ما جبت التوتال بوتنشال انرجي كفانكشن في الديسبيسمنت اللي هو الاكس، ابدا ايه؟ افاضل التوتال بوتنشال انرجي بالنسبة للديسبيسمنت، واساوي التفاضل بكام؟ واساوي التفاضل بالصفر، بيطلع الحل. ناخد مثال، المثال يمكن شبيه بالمسألة اللي فاتت، لكن يمكن المسألة اللي فاتت كان السبرينج أفقي وكان عليه تنشن. هناخد مثال عبارة عن سبرينج رأسي، وهنفترض برضو ان الاتجاه هو اكس، برضو الاتجاه السبرينج، يعني كأن احنا بنتعامل مع اتجاه ايه؟ السبرينج. نفترض ان في قوه اف، هنا بقى كومبريشن مش تنشن، قيمتها 1000 باوند، وعندي سبرينج الستيفنس بتاعته كي بتساوي 500 باوند لكل انش، وعندي اتجاه الحركه هو ايه؟ هو اكس. طبعا انا رسمت العلاقه ما بين اللود والديسبيسمنت، بيطلع خط، والميل بتاع الخط اللي هو الكي بتاع ايه؟ السبرينج. طبعا احنا قلنا ان التوتال بوتنشال انرجي هي مجموع الانترنال والاكسترنال، واحنا يمكن من شويه وصلنا ان الانترنال اللي هو نص الكي اكس في الاكس، او نص الكي اكس ايه؟ تربيع، والاكسترنال اللي هو ناقص الايه؟ الاف في الاكس. فانا طبعا هعمل ايه؟ هجمع الانترنال مع الاكسترنال واجيب التوتال اللي هو الباي بي، وابدا افاضل التوتال بالنسبه للديسبيسمنت اللي هي اكس، واساوي التفاضل بالنسبه للصفر. لو انا جبت الداله نفسها، الداله هتبقى عباره عن ايه؟ نص كي اكس تربيع وناقص اف في اكس. طيب لو انا فضلت الداله، فضلت اليو، فعندي اكس تربيع، تفاضل الاكس تربيع هتبقى عباره عن ايه؟ 2 اكس، و2 تحت يبقى ايه؟ الاثنين تروح مع الاثنين، يتبقى لي ايه؟ كي في اكس، وتفاضل الشغل الداخلي اللي هو ناقص اف في اكس، الاكس هتروح يبقى ناقص ايه؟ ناقص اف، يبقى عندي كي في اكس ناقص ايه؟ الاف. ده تفاضل الداله، كي في اكس ناقص الايه؟
ناقص الفورس. فانا عندي الكي ب 500 والاكس ده مجهول، وعندي الفورس عندي ب 1000 ايه باوند، وبعدين افاضل اساوي التفاضل بايه بصفر، فبيطلع لي في الاخر من المعادله دهيت ان ايه ال 500 اكس بتساوي 1000، فطبعا بيطلع في النهايه ان الاكس بتساوي 2 ايه 2 انش. لو انت رجعت بقى بالراجع تعوض في الداله بتاعت التوتال بوتنشال انرجي، هي كانت نص كي في اكس تربيع، نص كي فالكي ب 500، فنص كي يبقى 250 في الاكس تربيع، احنا طلعنا الاكس ب 2 ناقص الاف في الاكس، الاف ب 1000 والاكس ب 2، طبعا هتبقى هنا 4 في 500 بكام؟ ب 1000، ناقص 2000 يبقى يطلع ناقص 1000، يبقى قيمة الاكس ديسبليسمنت اللي عندي مينيمم انرجي هو 2 انش، وقيمة الانرجي او التوتال بوتنشال انرجي عند الاكس ب 2 هتطلع القيمة اللي هي المينيمم اللي هي ايه الناقص ايه الناقص 1000، الناقص ايه الناقص 1000. طيب لو انا حبيت ارسم الكيرف او ارسم العلاقة اللي هي كدالة يعني اللي هي ايه التوتال بوتنشال انرجي كفانكشن في الاكس، من عندي التوتال بوتنشال انرجي بتساوي الشغل الداخلي اللي هو نص الكي في الاكس تربيع ناقص الاف في الاكس، فطلعت في الاخر 250 اكس تربيع ناقص 1000 ايه في اكس، ودي دالة فانكشن في الاكس زي ما كان عندي دالة من شوية اللي هي دالة جي، وكانت الدالة جي فانكشن في الاكس ورسمنا الدالة جي، فطلع الشكل اللي قدامنا وطلع فيه اكتر من مكان التفاضل عنده بالنسبة للديسبليسمنت صفر، لكن احنا بنعتمد اللي هو ايه المينيمم. نفس القصة، أنا هاخد الدالة اللي هي التوتال بوتنشال انرجي بتساوي في النهاية 250 الاكس تربيع ناقص 1000 في الاكس، يبقى هي دالة فانكشن في الاكس، وأبدأ إيه أعمل جدول وأعوض بالاكس بقيم مختلفة وأجيب الإيه التوتال بوتنشال انرجي وأبدأ أرسم إيه الدالة. فلما رسمنا الدالة طلع الكيرف إيه اللي قدامنا، فبتلاقي إن أقل قيمة أو القيمة المينيمم هتطلع قيمتها بناقص 1000، بناقص 1000 وعند ايه عند اكس بتساوي 2. يعني دي طريقة تانية لحساب القيمة المينيمم ومكان القيمة المينيمم، ان انا ابدأ اوقع الدالة اعمل بلوتنج للفانكشن باي بي مع الاكس في الافقي واشوف القيمة المينيمم فين واشوف قيمة الاكس المقابلة للقيمة المينيمم. لكن احنا يمكن عملنا الكلام ده بطريقة اسهل، ان احنا فضلنا الدالة بالنسبة للاكس فطلع ايه قيمة الاكس بتساوي ايه بتساوي 2، وعوضنا جبنا قيمة الدالة اللي هي ناقص ايه ناقص الالف. يبقى ده كان مثال بسيط، الفكرة كلها مبنية ان انا بيبقى عندي توتال بوتنشال انرجي بيساوي الاكسترنال زائد الانترنال زائد الاكسترنال. المسألة دي كان الاكسترنال الانترنال نص اللي هو المساحة تحت المنحنى، وطلع نص كي اكس في الاكس والخارجي ناقص اف في الاكس، جمعت الاتنين فضلت الدالة سويتها بصفر عشان اعمل لها مينيمايزيشن، وبالتالي بفضل بالنسبة للديسبيسمنت لو اكس، فجبت قيمة الاكس وبالراجع اقدر اجيب قيمة الدالة المقابلة للاكس ب 2 انش، فطلع قيمة مينيمم اللي هي ناقص ايه ناقص ايه الالف. هنبتدي بقى ايه يمكن المقدمة اللي فاتت كانت تمهيد للموضوع، هنبتدي نكبر الموضوع شوية ونوسع الحديث عن التوتال بوتنشال انرجي كابروتش للاستنتاج الماتريكس ستيفنس ماتريكس للبلين ستريس والبلين سترين اليمنتس وكده. لكن برضو زي ما قلت هيبقى دايما الشغل بتاعنا على الحاله الابسط وهو اللاين اليمنت او البار اليمنت، وبعد كده هنعمل جنراليزيشن على الايه على ال 2 دي بس بعد ما نكون استنتجنا المعادلات للحاله ايه الابسط. التوتال بوتنشال انرجي بتساوي الانترنال سترين انرجي يو زائد البوتنشال انرجي اوف دي اكسترنال فورسز اللي هي الايه الاوميجا. واحنا قلنا الاكسترنال فورسز ليها ثلاث انواع، بودي فورسز اللي هي زي السيلف ويت، تراكشن اور سيرفيس فورسز. البادي فورسز بتبقى بير يونت فوليوم، التراكشن او السيرفيس هي عباره عن ستريسز فبتكون بير يونت اريا، وعندي نودال فورسز اللي هي كونسنتريتد كل ده بيعمل بيتحرك مسافه فبيعمل شغل خارجي، عندي داخلي في انترنال فورسز او ستريسز وبكامل الستريسز على الاريا فبحولها لفورسز، الستريسز او الفورسز تحرك مسافه بتعمل ايه شغل ايه داخلي.
ويمكن قلنا الانترنال سترين انرجي هو عباره عن مساحه تحت المنحنى، فالمساحه لو هي سهله زي المثلث فوق نص القاعده في الارتفاع، لو المساحه صعبه ان انا اجيب المساحه فباخد ديفرنشال اليمنت، باخد قيمه من الابسلون اكس قيمه صغيره فبتبقى جزئيه للدي ابسلون اكس، والراس بيكون هو الاجهاد، بحسب مساحه المستطيل الصغير فبتبقى جزء من الانترنال سترين انرجي اللي هو دي يو، وبعدين بكامل من الصفر للابسلون اكس، فيبقى ايه المساحة الصغيرة هكملها من البداية للنهاية اقدر اجيب ايه قيمة إيه اليو، وده واضح نفس الكونسبت مع المثلث، وباخد برضو ديفرنشال اليمنت صغير واطلع اضرب العرض في الارتفاع وكامل، لكن المثلث بقى في النهاية بيطلع التكامل، يعني لو انت عملت التكامل على المثلث هيطلع مباشرة اللي هو الاريا اللي هو نص القاعدة في الارتفاع. البار اليمنت هنفترض ان هو فيكسد على اليسار وفري على اليمين، وطول الاليمنت مع محور اكس، وهنفترض ان عليه اكسيال اي تنشن، وهناخد على مسافة اكس من الستارت اليمنت صغير جزء من المسألة كده، عبارة عن اليمنت صغير له 3 ابعاد، له تو له بعد دلتا اكس وبعد واي، دلتا راسي دلتا واي وبعد في الاتجاه الثالث اللي هو ايه اللي هو دلتا اي زد، فانا واخد اليمنت صغير جوه البار اليمنت وهطبق عليه المعادلات، وبعد كده اعمل ايه تكامل عشان اجيب الايه عشان اجيب الكل. فطبعا لما باخد اليمنت داخل المساله بيكون عليه انترنال ستريسز، بيكون في اجهادات داخليه، طبعا هنا عندي الفورس تنشن فبتعمل تنسايل ستريسز، فبيبقى عندي في اجهادات في اتجاه اكس اسمها ايه سيجما اكس، اسمها سيجما اكس. طب لو انا عاوز احول الاجهاد الموزع على المساحه ده الى حمل مركز في السنتر بتاع المساحه، فهكامل الاجهاد على المساحه، طبعا هنا الاجهاد يونيفورم والمساحه منتظمه، فالتكامل هيبقى عباره عن حاصل ضرب الاجهاد في الايه في المساحه، فانا هضرب الاجهاد اللي هو سيجما اكس في المساحه اللي هو بيأثر عليها اللي هي ايه دي واي او دلتا واي في دلتا زد، دلتا زد في دلتا ايه في دلتا واي، ده قيمه الاجهاد. يبقى انا حولت الاجهاد لفورس، ان انا بضرب الاستريس في الايه في الاريا، يبقى الفورس بيساوي الاستريس في الاريا، الاستريس قيمته سيجما اكس والاريا اللي هي دلتا واي في دلتا زد. طيب الاجهاد اتحول لفورس، الاليمنت اللي هو دي اكس دي واي دي زد لما اثر عليه بفورس شاد هيحصل له استطاله، فهيستطيل في اتجاه اكس مسافه اللي هي الايه الاكس داش، الاكس داش، يبقى في الحاله دهيت انا اقدر احسب الانفعال بتاع الجسم اللي هو ايه الزياده في الطول او التغير في الطول على الايه الطول الاصل، بس الانفعال ده مش بيكون الانفعال الكلي لان انا واخد جزء من المساله، فبنسميه ايه دي ابسلون، دي ابسلون يعني جزء من الانفعال، فالجزء من الانفعال اللي هو الديفرنشال تشينج ان سترين في الاليمنت اللي طوله دلتا اكس هيبقى التغير في الطول على الطول الاصل، يبقى اكس داش على ايه دلتا اكس، ومن هنا اقدر اجيب مين بقى، اقدر اجيب الاكس داش اللي هو القيمه اللي القوه اللي هي حاصل ضرب الاستريس في الاريا اتحركتها، فيبقى الاكس داش هي عباره عن الدي ابسلون مضروب في الدلتا اكس، الدي ابسلون مضروب في الدلتا اكس، يبقى انا عندي دلوقتي في قوه اللي هي حاصل ضرب الاستريس في الاريا اللي هي هتبقى سيجما اكس دي واي دي زد، وعندي مسافه القوه اتحركتها اللي هي الاكس داش اللي هي عباره عن الدلتا اكس في الدي ابسلون، ففي الحاله ديت ايه هقدر اجيب مين، اقدر اجيب جزء من الانفعال، مش كل الايه مش كل الايه الانفعال، فالجزء جزء من السترين انرجي سوري اقدر اجيب جزء من السترين انرجي اللي هو ايه الدي يو، مش كل المساحه تحت المنحنى، لا ده انا باخد جزء اللي هو ايه الدي يو جزء من السترين انرجي، فانا الجزء دوت هيبقى عباره عن حاصل ضرب الفورس اللي هي الاستريس في الاريا اللي هي سيجما اكس دي واي دي زد مضروب في الديسبيسمنت اللي هي الاكس داش، والاكس داش طلعت بتساوي ايه دلتا اكس في الدي ابسلون، ده ايه الديسبيسمنت. هبدا ايه هلاقي عندي في المعادله
الدي اكس ودي واي ودي زد، هجمعهم مع بعض، الدي اكس ودي واي ودي زد هجمعهم مع بعض، فيبقى ده عباره عن الايه، جزء من الفوليوم وليس كل الايه، وليس كل الفوليوم. يبقى عندي اجهاد مضروب في جزء من الفوليوم مضروب في جزء من ايه، من الانفعال اللي هو الايه، اللي هو الدي ابسلون. وبالتالي هقدر اشيل الدي اكس دي واي دي زد واحط مكانها ايه، دي في، جزء من الفوليوم. يبقى عندي سيجما اكس دي ابسلون اكس دي في، ده جزء من ايه، من السترين انرجي. يبقى دي يو هتساوي سيجما اكس في دي ابسلون اكس في الدي في. هو فعلا الدي يو او الجزء من السترين انرجي هو حاصل ضرب الدي ابسلون اكس في السيجما اكس، الدي ابسلون اكس في السيجما اكس، لكن ده بير يونت ايه، بير يونت فوليوم. انا واخد فوليوم اللي هو دي اكس دي واي دي زد، طب انا عاوز للاليمنت كله، للبار اليمنت كله، يبقى ايه، لازم اكمل على مين، اكامل على الايه، على الفوليوم. يبقى لازم يكون عندي تكامل على الفوليوم. فيبقى الانترنال سترين انرجي الكلي اللي هو اليو هكامل على الفوليوم. يبقى عندي ثلاث تكاملات عشان الفوليوم عبارة عن دلتا دي اكس دي واي دي زد، ففي النهاية حصل ضربهم هو الدي في، يبقى هكامل على الايه، الفوليوم. ايضا عندي تكامل تاني داخلي، ان انا لما خدت الاريا خدت جزء من الاريا بعرض صغير اللي هو الايه، وكأني عاوز اقول ايه، انا عشان احسب السترين انرجي للاليمنت الصغير هكامل من صفر الابسلون اكس، من صفر الابسلون اكس اللي هو السيجما اكس دي ابسلون اكس. طيب عاوز احسب بقى للبار اليمنت كله، يبقى هكامل على الحجم. يبقى الاول عشان احسب، لان انا بحسب الانترنال سترين انرجي لجزء من الاليمنت اصلا اللي انا واخده، يبقى اكامل من صفر الابسلون اكس، والاليمنت اللي انا واخده جزء من المساله، يبقى اكامل على الايه، اكامل على الحجم. لكن طبعا زي ما قلنا قبل كده، التكامل الداخلي اللي هو سيجما اكس دي ابسلون اكس ما ينفعش، لازم يبقى عندي حاجه ايه، ابسلون اكس دي ابسلون اكس، زي اكس دي اكس واي دي واي. فهبتدي اشيل الاجهاد واحط مكانه الاي في الابسلون اكس، يبقى عندي اي ابسلون اكس دي ابسلون اكس وكامل. يبقى الاكس دي اكس تكاملها اكس تربيع على 2، او الابسلون اكس دي ابسلون اكس يبقى تكاملها ابسلون اكس تربيع على 2، وعوض مره بصفر ومره بايه، بابسلون اي اكس، يبقى تكاملها اي في الابسلون اكس تربيع على 2 من صفر لابسلون اكس. و ابدا اعوض مره بصفر ملوش قيمه، واعوض مره بابسلون اكس، فيطلع نص الاي في الابسلون اكس تربيع اللي هي ابسلون اكس في ابسلون اكس، وارجع اشيل تاني الاي في الابسلون اكس واحط مكانها ايه، السيجما، يبقى نص السيجما في الابسلون اللي هو المساحه. لو خط مستقيم يبقى المساحه تحت الايه، المنحنى. يبقى اليو هنا اللي هي نص الاجهاد في الانفعال، ده قيمه السترين انرجي للاليمنت الصغير اللي هو سيجما، اللي هو دي دلتا اكس دلتا واي دلتا زد. طب لو انا عاوز بقى احسب للبار اليمنت ككل، يبقى في الحاله ديت ايه، اعمل تكامل على ايه، على الفوليوم، تكامل على ايه، الفوليوم. فهوصل في الاخر خالص بعد ما اعوض ان هيبقى عندي فيه نص، هخرج النص بره، ويتبقى عندي سيجما اكس في ابسلون اكس في الدي في، ويبقى متبقي ليا ان انا اعمل تكامل على الايه، تكامل على الفوليوم، عشان اقدر اجيب السترين انرجي للبار اليمنت ككل. نيجي بقى للايه، للجزء الثاني اللي هو يعني احنا دلوقتي خلاص خلصنا للبار اليمنت العلاقه اللي بحسب منها الانترنال سترين انرجي، هتبقى في الاخر نص تكامل على الحجم سيجما اكس ابسلون اكس دي في. بالنسبه للاكسترنال هيبقى عندي ثلاث علاقات، جزء خاص بالبادي فورس، فعندي بادي فورس، واحنا قلنا البادي فورس بتبقى بير يونت فوليوم، فهكامل على الحجم. طبعا الاشاره السالبه موجوده لان في شغل داخلي في شغل خارجي، فالبادي فورس دي بير يونت فوليوم، يبقى هكامل على الحجم. طبعا البادي فورس بتبقى السيلف ويت، فلو انا واخد الاليمنت راسي وعليه اتجاه اكس هو اتجاه الطول بتاع الاليمنت، فعندي بادي فورس، فالبادي فورس هتتحرك، الحركه اللي هي يو اللي هي داله الحركه للبار element. يبقى الشغل هو عبارة عن القوة في المسافة اللي هو البادي فورس اكس بي مضروبة في اليو، وطبعا هكامل على الحجم. لو عندي في تراكشن او سيرفيس فورس اسمها تي اكس، فهكامل على الاريا، انا مسمي هنا الاريا من سيرفيس يعني دي اس،
فهكامل على الاريا، يبقى عندي تكاملين، وبضرب القوه في المسافه، القوه اللي هي تي، المسافه اللي هي يو، لان كل الحركه عندي في اتجاه الايه، في اتجاه الاكس. اخر جزء اللي هو خاص بالنودال فورسز اللي هي بتبقى مركزه بطبيعتها، فانا هنا مفيش تكاملات لان القوه خلاص مركزه، فبضرب القوه في المسافه، فبقول مثلا القوه اف 1 اكس في دي 1 اكس، اف 2 اكس في دي 2 اكس، وهكذا. فبعمل سمشن لو عندي ايه مجموعه من القوه، لكن في النهايه اصبح عندي فيه ثلاث مجموعات، اللي هو الجزء الخاص بالبادي فورس، والجزء الخاص بالتراكشن او سيرفيس فورس، والجزء الخاص بالنودال فورس، وكل فورس بتتحرك مسافه فبتعمل شغل، بجمع الثلاثه مع بعض فبيديني الاوميجا اللي هو الايه الشغل الخارجي. وما ننساش الاشاره السالبه عشان الايه في شغل داخلي وفي شغل خارجي. نبدا بقى دلوقتي نعمل ايه، تعميم بقى وجنراليزيشن على ايه ال 2 دي اليمنتس، على البلين ستريس والبلين سترين. الكلام اللي فات هنبدا نطبقه على العناصر اللي هي في مستوى، اللي هي ال 2 دي اليمنتس او البلانر اليمنتس او البلين ستريس والبلين سترين. عندي العنصر هو عباره عن مثلث وسميناه اي وجي وام، واحنا قلنا دايما بنرتب العنصر عكس عقارب الساعه لان ده بيبقى افضل، فببقى ماشي عكس عقارب الساعه اي جي ام. كل نود عندها 2 ديجريز اوف فريدم يو وفي، وكل نود لها 2 كوردينيتس اللي هما الاكس والواي. انا هنا بقى احاول اعمل ايه، اجيب التوتال بوتنشال انرجي اللي هو بيساوي الانترنال سترين انرجي والاكسترنال انرجي اللي جايه من البادي فورسز والنودال فورسز والسيرفيس فورسز، وابدا المعادلات دي بتكون في النهايه الداله بتاعت التوتال بوتنشال انرجي تكون فانكشن في الديسبيسمنتس اللي هي عند النودز، اللي هي يو اي في اي، يو جي في جي، يو ام في ام. وبعد كده ايه بعمل مينيمايزيشن زي ما قلنا، ان انا ابدا افاضل التوتال بوتنشال انرجي بالنسبه للديسبيسمنت، اساوي التفاضل بالصفر، في النهايه بوصل لايه للماتريكس اللي انا محتاجها. طيب تعالى بقى نطبق الايه المعادله بتاعت ايه الانترنال سترين انرجي. لو تفتكروا من شويه كانت نص تكامل على الحجم السيجما مضروب في الايه في الابسلون، لو رجعنا تاني هنلاقي ايه نص تكامل على الحجم السيجما في الابسلون في الدي في، فكانت السيجما قبل ايه الابسلون، السيجما قبل الابسلون. فانا هنا عملت ايه، انا جبت الانفعال قبل الاجهاد، فطبعا لما في المصفوفات لما بتنقل شيء من مكانه لازم تعمل له ترانسبوز، فانا نقلت الانفعال بقى هو على يسار الاجهاد بعد ما كان على يمينه، فبعمل له ترانسبوز. فالترانسبوز بتاع الانفعال عباره عن فيكتور راسي، فلما بعمل له ترانسبوز فبيبقى فيكتور ايه، بيبقى فيكتور افقي. طب ليه بعمل كده؟ عشان ينفع الضرب، لان انا الضرب في الغالب في المصفات مبقاش تبادلي، يعني مش اف بي لا تساوي بي في ايه، فلما بنقل لازم اعمل ترانسبوز عشان ينفع ايه عملية ضرب التم وكده. طيب ده نمرة واحد. نمرة اتنين، هبدأ اشيل الاجهاد. انت لو تفتكر كنا قلنا الانفعال بيساوي المصفوفه بي اللي هي كونستانت في الديسبيسمنت، وعشان كده كنا قلنا الانفعال بيبقى كونستانت وزن الاليمنت، واطلقنا على الاليمنت مسمى كونستانت سترين تريانجل اليمنت، فالمصفوفه بي بتبقى كونستانت، وعندي الاجهاد بيساوي المصفوفه دي مضروب في الانفعال، اقدر بقى بعد كده اشيل الانفعال واحط مكانه البي في الدي، يبقى الاجهاد يساوي دي في بي في دي. فانا هشيل الاجهاد واحط مكانه المصفوفه اللي هي ايه الدي في الابسلون، الدي في الابسلون، يبقى الشكل اتغير بس بقى نص تكامل على الحجم الابسلون ترانسبوز في الدي في الابسلون في الدي في. نيجي للبادي فورسز، للاكسترنال وورك اللي هو الاوميجا، وقلنا الاوميجا هي عباره عن ثلاث اجزاء، الجزء الاول اللي هو الاوميجا بي اللي هي بتخص البادي فورسز، فالبادي فورس هنسميها اكس مثلا، فيكتور اسمه اكس بيعبر عن البادي فورس اللي هي زي السيلف ويت اللي هي بير يونت فوليوم، ولذلك عندنا تكامل على الايه على الحجم، وطبعا الاشاره السالبه عشان في شغل داخلي وشغل ايه خارجي. طيب المفروض ان انا اقول ايه، ان القوه اللي هي اكس او البادي فورس مضروبه في مسافه تعمل شغل، فانا جبت المسافه او الحركه او داله الحركه على اليسار، ودالة الحركه طبعا اللي هي الابساي، واحنا فاكرين الابساي لل 2 دي اليمنت اللي هي دالتين، الداله يو والداله في، وصلنا في الاخر للقيم بتاع الايه الدالتين، لكن انا بدلت هنا جبت داله الحركه على اليسار فبدلها
بعمل لها ترانسبوز، فبتبقى بساي ترانسبوز مضروب في الاكس في الدي في. لو انا بحسب النودال فورسز، النودال فورسز طبعا هنا ما فيش بقى تكاملات لا على الاريا ولا على الفوليوم، فبضرب القوه في المسافه، لكن انا جبت المسافه على اليسار فهعمل لها ايه ترانسبوز والاشاره السالبه طبعا. اما بالنسبه للتراكشن فورسز طبعا بنعمل تكامل على الاريا لان هو بير يونت اريا، وبرضه انا بقول القوه في المسافه، فانا جبت الحركه يعني، فانا جبت الحركه اللي هي الابساي على اليسار فبعمل لها ايه ترانسبوز. ايضا لو رجعنا للمحاضره اللي قبل دي، لو تفتكروا كنا وصلنا ان داله الحركه اللي هي ابساي كانت بتطلع بتسوي الشيف فانكشن او الماتريكس ان مضروب في الديسبيسمنت فيكتور اللي هو الايه اللي هو الدي. فانا بعد شويه هستبدل الداله ابساي بحاصل ضرب الان في الدي، الان في الايه في الدي، او الشيف فانكشن مضروب في الديسبيسمنت فيكتور. يمكن الرسم اللي قدامنا ده مش خاص بالبلين ستريس ولا بالبلين سترين، لا ده ما زال هو البار المنت، لكن هو يمكن الشكل توضيحي بس عشان بيوضح الانواع الثلاثه للفورسز سواء كانت بادي او نودال او تراكشن. تعالى بقى ايه نجيب التوتال بوتنشال انرجي اللي هي بتساوي الجزء الانترنال زائد الجزء الاكسترنال، والجزء الاكسترنال بيتكون من كام جزء؟ من 3 اجزاء، وطبعا الاشاره بتكون ايه سالبه. طبعا الجزء الانترنال اللي هو نص تكامل على الحجم، وهبدا بقى ايه هشيل الابسلون، هشيل الابسلون اللي هي ترانسبوز واحط مكانها ايه، احنا عارفين الانفعال بيساوي البي في الدي، الانفعال بيساوي البي في الدي، لكن لو انا قلت الانفعال ترانسبوز هبدل، يبقى الدي ترانسبوز في البي ترانسبوز، يبقى ده الانفعال اللي هو ترانسبوز والدي، واشيل الانفعال التاني لو تفتكروا واحط مكانه ايه، يعني احنا كان عندنا الانفعال الاولاني ترانسبوز فهشيله واحط مكانه الدي ترانسبوز في البي ترانسبوز، واسيب الدي واشيل الانفعال واحط مكانه الايه البي في الدي، مجرد تعويض يعني. فاصبحت نص تكامل على الحجم دي ترانسبوز في البي ترانسبوز في الدي، والانفعال التاني اللي هو البي في الدي، وده الدي في. وبعدين نبدا ايه للبادي فورس، البادي فورس بير يونت فوليوم تكامل على الحجم والاشاره السالبه، وكان عندي الداله بتاعت الفيكتور بتاع البادي فورسز مضروب في الداله ابساي، والداله ابساي هشيلها واحط مكانها الشيف فانكشن في الدي، وطالما الداله ابساي ترانسبوز فببدل، يبقى ابساي ترانسبوز هتساوي الدي ترانسبوز في الان ترانسبوز. الجزء بتاع النودل ما تغيرش، الجزء بتاع التراكشن عندي الفورس بكملها على الاريا وبشيل الداله ابساي واحط مكانها ايه الدي ترانسبوز في الداله ان ترانسبوز، يبقى ده ايه التوتال. هاخد مشترك من الاجزاء بتاعت الاكسترنال اللي هو الدي ترانسبوز، هاخد مشترك اللي هو الايه الدي ترانسبوز، فهلاقي العلاقات الثلاثه فيها الدي ترانسبوز ينفع يتاخد ايه مشترك. والجزء المتبقي بعد ما اخد المشترك هسميه فيكتور اف اللي هو يعبر عن الايه عن الفورس، لان هو جواه بادي فورس مضروبه في الشيف فانكشن ان، ونودال فورسز اللي هي البي، وتراكشن فورسز اللي هي تي اس مضروب في الشيف فانكشن. فانا هاخد الدي ترانسبوز مشترك، والجزء المتبقي هحطه داخل القوس وهسميه ايه فيكتور اللي هو ايه اللي هو ايه الاف. وده فعلا اللي حصل، فانا قلت التوتال انرجي بيساوي الانترنال، وهاخد فيه مشترك برضو بره اللي هو طبعا النص موجود زي ما هو، وبخرج انا الدي ترانسبوز بره، والجزء بتاع السالب اللي هو بتاع الاكسترنال عباره عن الدي ترانسبوز مضروب في الجزء اللي انا اخدته داخل القوس وسميته اف. الانترنال بيبقى تكامل على الحجم البي ترانسبوز في الدي في البي في الدي في مضروب في الديسبيسمنت. يبقى بالظبط لو تبصوا للمعادلات انا خليت في التوتال انرجي في الجزء الاولاني حاجه مضروبه في الفيكتور دي اللي هو بيمثل الديسبيسمنت، والترم الثاني حاجه مضروبه في الفيكتور اف اللي هو بيمثل ايه اللود. انا بقى هعمل مينيمايزيشن، هفاضل التوتال انرجي بوتنشال انرجي بالنسبه للديسبيسمنت، واساوي الايه لان هي فانكشن في الايه في الديسبيسمنت، واساوي التفاضل بالايه بالصفر طبعا. الدي ترانسبوز بتروح بالطبيعه يعني، وبالتالي هيتبقى لي في اف لوحدها
وعندي الجزء الثاني تكامل على الحجم بي ترانسبوز في الدي في البي في الدي في مضروب في الفيكتور دي، مضروب في الفيكتور دي. لو انا قعدت عملت اعاده اعيد كتابه الداله طبعا هودي الاف الناحيه الثانيه بموجب، وهيتبقى في الناحيه الشمال قوس كبير مضروب في الديسبليسمنت فيكتور اللي هو دي، يبقى الناحيه اليمين فيها اللود فيكتور اف والناحيه الشمال فيها تكامل على الحجم مضروب في الديسبليسمنت فيكتور اللي هو دي. فطبعا واضح ان انا وصلت في الاخر لشكل اللي هو الفورس او لود فيكتور بيساوي الديسبليسمنت فيكتور مضروب في ايه، اكيد التكامل على الحجم ده هيطلع في النهايه هو الايه الاستيفنس ماتريكس. يبقى عندي تكامل على الحجم، تكامل على الحجم البي ترانسبوز في الدي في البي وبكامل على الحجم زي ما احنا ايه زي ما احنا شايفين. طيب تعال نرجع لنفس التكامل تاني، ده هسميه بقى الايه الكي، لانه واضح ان هو لازم يطلع الايه الكي، لان انا عندي اللود فيكتور بيساوي الكي مضروب في الكي ماتريكس مضروب في الديسبيسمنت فيكتور. فهسمي الجزء ده الكي اللي هو تكامل على الحجم البي ترانسبوز في الدي في البي وفي الاخر ايه الدي في. طبعا هنا الدي كونستانت، انا عارف ان الدي قيمتها يعني ثابته، لان الدي هي فانكشن في البوسونز ريشيو وفي المودلس، فخلاص تعتبر ثابت ما هيش داله في اكس ولا في واي، فالدي قيمتها ثابته. لكن طبعا الدي بتاعت البلين سترين غير الدي بتاعت مين، غير الدي بتاعت البلين ستريس، ده يكون في ذهننا يعني. ده اول شيء. الشيء الثاني لو تفتكروا المصفوفه بي كانت مصفوفه ثابته، وبالتالي كنا قلنا زمان ان الانفعال بيطلع كونستانت وزن ايه الاليمنت، وزن الاليمنت. فيبقى المصفوفه بي ثابته والبي ترانسبوز ثابته والدي ثابته، كل دول ثوابت، ثوابت هتطلع بره الايه، هتطلع بره التكامل. يتبقى تكامل على مين؟ تكامل على الايه، على الحجم، تكامل على الحجم اللي هو ايه ثلاث تكاملات، تكامل في دي اكس دي واي دي زد. طبعا انا عندي فرضين في الاول خالص ان الاليمنتس بالنسبه للبلين ستريس والبلين سترين ان الثيكنس بيكون ثابت بالنسبه للاليمنت، فلو الثيكنس ثابت يبقى يطلع بره التكامل قيمه تي، وبدل ما نكمل على الفوليوم بقى نكمل على الايه على الاريا، يبقى تكامل على الاريا بي ترانسبوز في الدي في البي دي اكس اي دي واي. وزي ما قلت البي ترانسبوز والدي والبي هيطلعوا بره التكامل لان هي قيم ثابته، يتبقى لي تكامل على الاريا دي اكس دي واي، ففي النهاية التكامل على الاريا هيديني الاريا بتاعت الاليمنت اللي هي الايه اللي هي الايه. يبقى عندي في الاخر خالص ستيفنس ماتريكس في اللوكال هي عبارة عن السيكنس في الاريا في البي ترانسبوز في الدي في البي، يعني اضرب السيكنس في الاريا يبقى ده الفوليوم بتاع العنصر، وبعدين اضرب ثلاث مصفوفات في بعض اللي هي البي ترانسبوز في الدي في البي. انا عارف الدي سواء للبلين ستريس او البلين سترين، طيب المصفوفة بي بجيبها منين؟ انا عارف الانفعال بيساوي المصفوفة بي في الدي اللي هو اللود فيكتور، فانا عارف من سابقا قيمه المصفوفه بي اللي هي 1 على 2 الاريا بي اي صفر بيتا اي صفر صفر جاما اي جاما اي بيتا اي وهكذا لغايه ايه بيتا ام. يبقى دي المصفوفه ايه 1 على 2 الاي في المصفوفه دي عباره عن مصفوفه بي، وطبعا كنا قسمناها لثلاث اجزاء زي ما احنا واضح، والثلاث اجزاء سمينا الاولاني بي اي بي جي بي بي ام، ده قيمه المصفوفه ايه بي. وعشان نجيب قيمه المصفوفه بي كان محتاجين البيتا اي والجاما اي والبيتا جي والجاما جي والبيتا ام والجاما ام. يبقى انا دلوقتي عشان اجيب الماتريكس عندي السيكنس وعندي الاريا وعندي المصفوفه دي سواء كان بلين ستريس او بلين سترين، وعندي المصفوفه بي، لكن كان عشان اجيب البي محتاج البيتا اي والبيتا جي والبيتا ام والجاما اي والجاما جي والجاما ام، واحنا طبعا كان عندنا العلاقات اللي بنحسب منها البيتا اي والبيتا جي والبيتا ام والجاما اي والجاما جي والجاما ام، وفي النهايه اقدر احسب الماتريكس اللي هي ايه السيكنس في الاريا في البي ترانسبوز في الدي في البي، واقدر اطبق المعادله اللي هي الاف بتساوي الكي في الدي لان انا حسبت الماتريكس، لكن كل ده فين؟ في اللوكال. طبعا عشان بقى نعمل السيمبل ونطبق الستيب رقم 5 لازم احول من اللوكال للايه للجلوبال. فانا عندي اليمنت وعندي 3 نودز اي وجي وام، وكل نود عندها 2 فورسز اف اكس واف واي في اللوكال اكسيز، وطبعا في زاويه ثيتا ما بين اللوكال والجلوبال. فطبعا عشان احول او عشان اجيب الجلوبال ماتريكس او التوتال ماتريكس او الاوفر اول ماتريكس لازم احول من اللوكال ايه للجلوبال.
فاحنا طبعا عندنا علاقه ما بين الديسبليسمنت لوكال وجلوبال وما بين الفورس لوكال وجلوبال من خلال الماتريكس تي اللي هي ترانسفورميشن ماتريكس، اللي هي هتطلع لو شفناها هتطلع 6 في 6 وبنقسمها لتسع عناصر، عنصر بيبقى كوساين ساين ناقص ساين كوساين، والباقي ده الدياجونال، والباقي ايه اصفار. طبعا السي اللي هي الكوساين والاس اللي هي الايه الساين. بعد كده اقدر بقى اجمع الماتريسيز واجيب الاوفر اول، واقدر اطبق في الجلوبال في المعادله اللي هي الاف تساوي كيف دي، واقدر احل واطلع النودال ديسبليسمنتس بان انا بجيب الماتريكس كي في الناحيه الثانيه بجيب لها المعكوس. وبعد ما اخلص اقدر اجيب الفورسز والستريسز. وطبعا احنا عارفين الستيب رقم 8 اللي هو ان احنا نفسر النتائج او نشيك على النتائج ونتاكد من ان كل شيء ايه مظبوط. ناخد مثال بسيط سريع، احنا هناخد امثله بعد كده يمكن اطول شويه، لكن المثال ده بسيط شويه. عندي one element هسميه اي جي ام، برضه بسميه عكس عقارب الساعه، وانا اخدت الكوردينيت سيستم اكس واي بحيث الزيرو صفر وصفر يبقى في نص الطول اللي هو من النود واحد للنود ثلاثة، وانا حطيت على الرسم الكوردينيتس بتاعت النودز ريلاتيف للزيرو والزيرو. واضح هنا ان المحاور اللوكال هتبقى هي المحاور الجلوبال، هعتبر الاكس افقي مع الاكس لوكال والواي مع الواي، فمش محتاج ترانسفورميشن. هو المسألة هنا اداني السيكنس بتاع الاليمنت بيساوي 1 انش، واداني بوسونز ريشيو بربع، و المودلس ب 30 في 10 اس 6 باوند بير سكوير انش. هو هنا حل الجزء الاولاني من المساله وطلع اليو 1 والفي 1 واليو 2 والفي 2 واليو 3 والفي 3، يعني هو حل الجزء الاولاني من المساله وطلع النودال ديسبليسمنتس، وبيقول لي بقى كمل انت واحسب الايه الاليمنت ستريسز. هات الستريسز في الاليمنتس اللي هي سيجما اكس سيجما واي تاو اكس واي، وبعدين هات البرنسبال اللي هي سيجما 1 وسيجما 2 ونجيب الزاويه الميل للبرنسبال ستريس. طبعا اول حاجه بعملها في المساله ان انا ببدا ارقم المساله، وما برقم المساله برقمها عكس عقارب الساعه، فانا ابتديت من اي وجي وام، او هسمي الاي بواحد والجي باثنين والام بثلاثه سيان، عاوز تمشي واحد اثنين ثلاثه ماشي، عاوز تمشي اي جي ام مفيش مشكله. وبدات احط الكوردينيتس لكل نود عشان انسب واحسب ايه البيتا اي والجاما اي والبيتا جي والجاما جي والبيتا ام والجاما ام، ويمكن الكلام سهل لو طبقت هتلاقي قيم البيتا والجاما سهله وبسيطه. بعد كده عاوز اجيب الماتريكس بي، الماتريكس بي اللي هي 1 على 2 الايه بيتا اي 0 0 جاما اي جاما اي بيتا اي، وهكذا مع 2 ومع ايه 3. فانا عندي القيم بتاعت البيتا اي والبيتا جي والبيتا ام والجاما اي والجاما جي والجاما ام، مجرد تعويض مباشر. وانا عندي الاريا بتاعت الشكل هتبقى نص القاعده في الارتفاع، انا عندي الارتفاع هيبقى 2 والقاعده برضو هتبقى كام 1، وده ناقص 1 يبقى 2، يبقى نص القاعده في الارتفاع نص في 2 في 2، فالاريا هتساوي كام 2. يبقى 1 على 2 الاريا 2 والاريا ب 2، يبقى ده الجزء ده. وبعدين ابدا اعوض عن بيتا اي 0 0 جاما اي، وبعدين جاما اي بيتا اي، وهكذا لغايه ايه ام لغايه الام. ده المصفوفه بي، وانا عندي هنا ده بلين ستريس، فهجيب المصفوفه دي للبلين ايه للبلين ستريس، فهتبقى الاي على 1 ناقص نيو تربيع، وبعدين 1 نيو نيو 1 0 0 1 ناقص نيو على 2. جبت انا المصفوفه ايه دي. طيب عاوز اجيب المصفوفه كي بقى، فهقول ايه التي في الاريا، هضرب السيكنس في الاريا، السيكنس بكام ب1 انش خلاص، والاريا بكام ب2، وبعدين ابدا بقى ايه اضرب في البي ترانسبوز. انا عندي المصفوفه ايه بي المصفوفه بي، وعندي المصفوفه دي، فاضرب في البي ترانسبوز في الدي في البي، يبقى عندي ثلاث ايه ثلاث مصفوفات. ادا البي عملت لها ترانسبوز وضربتها في الدي، وبعدين ضربت في الايه في البي، فهبدا بقى اجمع واضرب، وفي الاخر خالص هوصل لمصفوفه ايه مصفوفه كي في اللوكال 6 في كام 6 في 6. فنحاول برضو نجرب كده ونضرب، الاول بنضرب مصفوفتين في بعض والناتج نرجع نضربه في المصفوفه الايه الاخيره. بعد ما جبت انا المصفوفه كي، جبت المصفوفه كي 6 في 6، عاوز بقى اجيب ايه الستريسز، عاوز اجيب الستريسز. طب اجيب الستريس ازاي؟ سيجما اكس سيجما واي تاو اكس واي، انا عندي الستريس بيساوي المصفوفه دي في الانفعال، بيساوي المصفوفه دي في فين في مين في الانفعال، وعندي المصفوف الانفعال هشيله واحط المصفوفه بي في الايه في الدي، فانا اقدر اجيب الستريس بمعلوميه الديسبليسمنت بان انا بضرب في الماتريكس دي والماتريكس بي، فانا عندي
ثلاث اجهادات، هضرب الماتريكس دي في الماتريكس بي في الديسبليسمنت، وهو كان حلل المساله واعطيني الست حركات يو 1 في 1 يو 2 في 2 يو 3 في 3، هضرب هيطلع لي في الاخر السيجما اكس 19200 باوند بير سكوير انش، والسيجما واي 4800 باوند بير سكوير انش، والتاو 15000 بالسالب باوند بير سكوير انش. طبعا عندي سيجما اكس وعندي سيجما واي وعندي تاو اكس واي، اقدر اجيب السيجما 1 والسيجما 2 من المعادلات بتاعت البرنسبل ستريسز، واقدر اجيب ايه الزاويه من خلال التان ماينس 1، فبتطلع الزاويه ناقص 32.2 درجه. السيجما 1 28639 باوند بير سكوير انش، السيجما 2 ناقص 4639 باوند بير سكوير انش، ما عادش في شير، الشير تلاشى، وبقى عندي في تنشن وكمبريشن سيجما 1 وسيجما 2، والزاويه اللي عندها الشير تلاشى وفي برنسبل ستريسز بتطلع سالب 32.2. كده نكون نهينا المحاضرة رقم 17، هيبقى يعني في الغالب بإن محاضرة في شابتر 6، المحاضرة في شابتر 6 ازاي اتعامل مع البادي فورسز والتراكشن فورسز، لان احنا قلنا ان الفاينايت اليمنت هي نودال ميثود، فلو انا عندي ستريسز لازم احولها لمكافئ عند النودز، لو عندي سيلف ويت بيؤثر في السي جي فلازم احوله الى equivalent عند النود. ده هنشوفه المحاضرة الجاية ان شاء الله، وهناخد امثلة اخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.